أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز سؤال الله تعالى بحق المخلوق كأن يقول: اللهم إني أسألك بحق خليلك إبراهيم؟ لا، ما يجوز السؤال بحق أحد. ما علاقتك بحق المخلوق؟ حق المخلوق له، هو لك أنت، إنما تسأل الله بعملك أنت، توسل بعملك، ولا تتوسل بعمل غيرك أو صلاح غيرك، هذا ما يصلح، ما يصلح. توسل إلى الله بأعمالك الصالحة، أما أعمال الناس فهي لهم. قال تعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. نعم.